هلا أصدقائنا، أصدقاء حسين وهيفاء، رجعنا اليوم بفيديو، وهذا الفيديو حابين نحكي لكم عن موضوع تمام، إنه فترة انقطعنا أنا وهيفاء عنكم وما قدرنا نصور تقريباً صار 4 أيام أو 5 ما منزلين فيديو، والمقربين إنه يعرفون إنه شنو وضعنا، وكذلك أنتوا صرتوا جزء من عندنا وصرتوا مقربين إنه وعائلتنا، طبعا شاركتونا افراحنا تمام، بس اليوم هم كذلك ممكن راح يشاركونا احزاننا، وحابين انه نشرح لكم شنو الوضعيه اللي صارت والوضعيه اللي صارت ويانا. والدي حاليا بالمستشفى، وسويت هذا الفيديو لسبب واحد هسه راح اقول لكم بيه، انه حابين نتواصل وياكم حتى باحزاننا. فوالدي سوى عمليه وهسه انا احكي لكم، هو اليوم دخل العمليه ولحد الان هو ما صاحي من البنش، والعملية كانت كلش كبيرة، العمليات الكبرى تمام، والعملية كانت هي فتح قلب وتبديل 3 شرايين موجودة بالقلب، فهاي العملية كلش صعبة وكلش يعني، وإحنا صارنا فترة حتى هيفاء قطية إنه مش ملتهين بهذا الموضوع، هذا الموضوع كلش أذانا تقريبا، إحنا كنا شفتوا البيت وقاعد نصور لكم البيت، وحتى كذلك احنا مصورين فيديو شيء عن البيت، فجأة يعني زين كل شيء فجأة اي، فخطية الوالد التهينا به، وهو صار هسه يعني اهم شغله عندنا، انه والدي بالمستشفى، هو يعني كلش انشغلنا بهذا الموضوع، واكو فيديو كذلك صورناه بس ممكن فد 3 أيام ننزله، بس فيديو قديم، هو فيديو مصوري قبل الحادث هذا اللي صار وياني، صحيح، عن البيت وعن الترتيبات كليتها. اي بس هذا الفيديو مهم، انه مثل ما قلت لكم اليوم الوالد من الساعة بالـ11 دخل العملية، تقريبا العملية طولت عنده 5 ساعات لـ6 ساعات العملية، وهذا الفيديو هم مو بس للناس اللي مجرد أصدقاء، لا الأقارب وكل الناس تحب تعرف معلومات عن والدي. الحمد لله والشكر، طبعا بهذا الفيديو أحب يعني هم نشكر شخص يعني بهذا المدينة ساعدنا كلش بهذا الموضوع، طبعا دكتور حمدي، ممكن يشوف الفيديو أو ما يشوف الفيديو، ساعدنا بسالفة والدي وكلش وقف ويانا، وهو كان الدكتور الاختصاص اللي قام العملية لوالدي، فالحمد لله والشكر طمنونا انه كبداية الفحوصات انه يعني خرج من العملية كل شيء تمام، بس الرجال ما صاحي، فطول السالفة حتى يصحى، هو حاليا بالانعاش، واحنا اليوم سوينا هذا الشيء حتى ايش نطلب من عندكم، يعني احنا بكل شيء مريض من عندكم بس الدعاء، والله يشفي ويرجع لنا يعني، انه عم صدق ما يستاهل، وانا كلش يعني اعتبره مثل اب لي، هو جدا جدا انسان محترم، وان شاء الله يرجع لنا بخير وسلامه ويقوم من الغيبوبه اللي هو بيها يا رب. فاتمنى من الكل الدعاء، ان الناس اللي تحبنا والناس اللي ما تحبنا والناس اللي شوفنا او شوفنا اول مره، ما طالبين عندكم شيء، بس هالمره احنا طالبين من عندكم انه تدعوا له دعوة الغريب مستجابة إن شاء الله، وأنا أحب أشوف تعليقاتكم كلها على هذا الفيديو، وكلكم تدعوا له إن شاء الله، لأن هو ما عرف أنه ممكن يصحى باكر أو ما يصحى أو يطول السالفة، فأتمنى من الجميع أنه تدعوا له من كل قلبكم، ويا رب إن شاء الله ما تشوفون أي شر لا بآباتكم ولا بأحبابكم، ويا رب إن شاء الله يبعد عنكم كل مرض، وإن شاء الله راح نظل نتواصل وياكم، اذا ان شاء الله بعد فتره شيء 3 أيام 4 أيام ممكن ننزل الفيديو القديم، بس ان شاء الله راح انتظر والدي، اذا انه فيديوهات جديده هسه مستحيل نصور، صحيح، بس شنو راح يصير، ننتظر والدي ان شاء الله، اذا يومين ثلاثه وصحه وقدرت اشوفه وان شاء الله وضعه تغير، ان شاء الله راح نرجع لكم شويه شويه ونرجع مثل قبل، وانتم تعودتوا علينا بغير شكل، بس اليوم احنا اول مره حابين تشاركونا كذلك احزاننا، ونتمنى لكم الخير، ويا رب ان شاء الله ما تشوفون شر بحبابكم، ونشوفكم على خير، باي.